أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك، آمين. ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، آمين. ربي أعني ويسر وبارك فيه ولا تعسر، آمين. أما بعد، بيرمتي أخوي تعالى أجينا درسي حفتة وشجلة تدريسي الفقه المنهجي لجلد أولا بريدويس ويكين لسر صلاتي جمعين كين أو شوينيك أفرمي شرائط وجوبها بعد ذويك حكمتي مشروعيتي جمعي بحث كرت وبحثي مرحل صلاتي جمعة وانا كذ إسا أجيت هيراك أفرمي شرائطي وجوبي جمعة شيء أفرمي تجب بس شرائطي وجوبي يعني شيء يعني شتانك أبي هبت تا واجب لسر إنسانك مسلمان يعني أجا أم شروطان النبون لسر مسلمان فرض ناوي جمعة. تجب صلاة الجمعة على من وجدت فيه الشروط السبعة التالية أفرمي نويجي جمعة واجب لسر كسيك وأم حفت شرطي خوار تيايا موجود بو. الأول والإسلام، أولين شرط إسلامه يعني فلا تجب وجوب مطالبة في الدنيا على الكافر، فز لدنيا دا وجوب مطالبة نية لسر كافر، أي وجوب عقاب وانا هس اختلافي لسر زوريني علماء لسر وان لقيامة عقاب دري كافر لسر تركي واجباتي. ولكن الدنيا مطالبه لنا كريبا كافره بيجي بينوجا كبكا يا بي جمع كبكا، اذ هو مطالب فيها باساس العبادات والطاعات كلها الا وهو الاسلام. چونك او انسانه ام كافره مطالب فيها لدنيا دا دواكار الدوا لكريا ولا شجهتك باساس العبادات، لاساس عبادات دا لكري واساس طاعات همي طاعات كاسلامه. فإذا أول شيء إسلام بيري إنجا دواي هو أنه يجي جمعي شيء لدواكري. أما في الآخرة أما لقيامته فهو مطالب بها بمعنى أنه يعاقب عليها. أما لقيامته مطالب بها لقيامته لسر وجمعي شيء نكردوا عقاب بيني خواقبة من خيرك. خب أما شرطي أول. الثاني البلوغ، شرطي دوم بلوغه. فلا تجب على الصبي لأنه غير مكلف، انت ما بإجماع علماء إن الإجماع إذا نايان تكليف لسر غير بالغ نية، بس واجب لسر صبي نية شونك غير مكلفة. وحديثي شي لسرك بيغمر عليه الصلاة والسلام فرميتي على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح إلى الجمعة الغسل. لسر همو محتلمة كسكوا كجيجة حالة احتلام وبلوغ رواح شون بو جمعة فرزة، ولسر هركسك هات بو جمعة غسلك بابكات. أما حديثك إلا سنني بيهقي وأبو داود والنسائي وغير دا روايت كلا حديثك صحيحة. أما لم جهت. أما الثالث والعقل، شرتي بعدي أقلى باتفاق تكليف لسر مجنون نية، فزبو جمعي شهروها. إذ المجنون غير مكلف أيضا، فز كابري شيتيج مكلف نية تعصن داوي جمعي لي بكريت. الرابع الحرية الكاملة، حريتي كامل كي برامبري شيء عبدو بردبون كابراء اقا بردو عبدبو فرزني لسري. البتامة توزي اختلافي كي كمي لسر ولي اكثريتي زانان لسر من عبديا برد جمعي لسر فرزني، ولي اقا هاتو جمعي خويند بإجازة صحي وكي جمعكي دروسه وكوتون مناليج اتواني ببشويني. فلا تجيبو فز جمهور حنفية مالكية شافعية روايتي كي لإمام أحمد بن حنبل لسر مسا كابراء برد جمعي لسر فرزني. فلا تجب صلاة الجمعة على الرقيق، فزنيجي جمعة لسر رقيق لسر بردة يعني لسر بردة كان فرزنية، لأنه مشغول بحق سيده بوشي شونك مشغول بحقي قوركي خوي لولا صاحي وكي إجازنا دا صاحي وكي قريكي كاري فيبكا شاشتكي في اللي داوبكا نتيجة لسري أو فرزنية. خب فكان مانعا عن وجوبها في حقه، نتيجة أما مانع لوجوبي لحقك لحقي أنبرد ما دام مشغولة زميبة
حقي صاحي وكي فز أما مانع علويك لولا وجمعك لسر فرز بيت. وحديثي شيء لسر حديثك أبو داود وغير الروايات عن كردوة سندكيشي صحيح أفرمي الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. جمعة واجب فرز لسر المسلمان اللي جماعتها بجي بيري إلا شوارد سنبيت عبدك مملوك جنك منالك يا نخوش فاستوقي ما حديثة أما إنا لمغني محتاجة جلد يقلع فريحة بسدو بنجاوشش أفرمي من صحت ظهره ممن لا تلزمه الجمعة وذلك كالصبي والعبد والمرأة والمسافر صحت جمعته بالإجماع. كسي كوان يجني وروب كان يجني وروكي صحيح بيت للا إخواني قوروا أجر هاتو أكو منالو عبدو جنو مسافر أجر هاتو جمعي شي كرت جمع كيشي صحيح جمع كيبو حسيوي بإجماع زانا يعني. لأنها إذا أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم فأصحاب العذر بطريق أولى. شونك ما دام لسر أفرادك كاملو بنقص جمعك صحيح درتيخ ولسر كسانك ونقصيانة شي أولى تر كجمع كيان قبول أبيه. وبإجماع زانيان يجنو يجي جمع فرز عين لسر هر مسلمانك مكلف إلا أمانك أدلة استثنائي كردبن مستثنائي كردبن ويسا ذكريانك. الخامس الذكورة يكي تلا الشرط كان كجمعاء الشيء فاز أما سي شرط شوى شرط يذكر كان بنجمين شرطي تيه مذكر بون يعني جمعاء لسر مؤنس فرز نية فالأما بإجماع زانيان يعني اتفاق زانيان لسر كجمعاء لسر جن يا مؤنس فرز نية. فلا تجب على النساء لانشغالهن في الأولاد وشؤون البيت جمعاء فرزني لسر جنكان بخاطري مشغولون يعني لشؤون منال ووزعتي مال وأنا وحصول المشقة لهن بوجوب الحضور في وقت مخصوص ومكان معين وأويشكوا بخاطري شي حصول المشقة مشقتي بمليانة بو أوان أويك جمع فرز بين لسريان لكاتك مشخص ووقتك مشخص ومكانك معين أوان برون بوشونة شاهدوا كاتا من الله كي نخوش بيا وكاتا كاريكي مال بي وين لسري فرز نية أمي شبازم إجماعي لسر إمام الخطابي أفرمي رحمتي خوالي بي أجمع العلماء على أن النساء لا جمعة عليهن. إجماعي علماء لسر جنكان جمعيان لسر فرز نية وأما العبيد وأما بردكان اختلفوا فيهم فكان الحسن وقتاد يجبان على العبد الجمعة إذا كان مخارجا وتيانا عبد جمعي لسريتية فرزة حسن قتادة. وكذا قال الأوزاعي وأحسب أن مذهب داود إجاب الجمعة عليه شان كسي وتيانا لسر بردة جمع فرزة والي جمهور كعرز مانكر لسري أنفذا ملعون المعبودة لجمري رقم حديثي 1067 عمي نقل كردو وأمي تك لسر أمان ساقط وفرزبني أزاني تيه إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم هاي قولة حرجي لسريان لا بردو ناوي كده مثلا جوري سكايتية كام بيبكا ياشتي حرجي لسريان لا بردو وكاركي سكر ده لسريان. خب السادس شرطي ششم الصحة الجسمية ومجب إجماع زانايان كابران نخوشبو أتوانين الرواب وجمعة. فلا تجب على المريض الذي يتألم بحضور الجمعة أو بانحباسه فيه إلى انقضاء الصلاة واجب نية لسر نخوشك و بحاضر بون لمزقوتا ألمونا راحتي أكيشيت يا بأويك بمينتو لبي تا جمعك دواي بينا راحت بيت مثلا اللحظة يقني خبني بساعات شن دقيقة تولك إيشي ساعات تولك إيشي تا جمع دواي بيت أو الذي يزداد مرضه شدة بحضوره يا كسكنا نخو هيج مثلا بحسي إيش أكنية نخوشنا كيف رأيبي أجا حاضر بي شدتي نخوشنا كيف رأيبي أجا برواب وجمعة. أو يزداد طولا بأن يتأخر برؤه يعني مثلا بعز أوي نخوشنا كي طول بكيشي بأوي كوا برء شاكبون أوي لنخوشين شيه كوي تدواوه بس أوي هاتني بوجمعة. ويلحق بالمريض الشخص الذي يمرضه ويخدمه ملحق أبي بمريض أو كسيكوا يمرضه أو كواتشيه
اويكوا تشي عفوا يمرزه اويكوا برستاري ليكا كسي كي جوا برستاري لان خوشكاكا يا خدمتي وكا اوي تجمع كي لسد فرزني بس كسي مثلا نخوش لازم هيك اللابي يا ولا احتزاره يا كم مثالي وانا اتواني كبر انا الرواضه يمرز ممرز يعني برستاري وانا ولا يوجد من يقوم مقامه خلال ذهابه الى الجمعه وكسي كيج نوي جيغاي او بغريتو لكاتي روشني ام بجمع كسي نوي جيغاي ام بغريتو خوي وخوي وكسي كي تنيا جي بغريتو خوب مع حاجة المريض اليه لحالته كواك نخوشي نكي چيه حاجتي ونيازي هس بي مادام نيازي بو بي اتناجد سواء كان الممرض قريبا ام لا يكسان ام ممرزه مثلا كسكاري نزيكي كابرابي أنا كسيكي دور بفرقناك لرا ربتي بفاميل بون ووانا ونية بحسن مثلا أن فرفي ألم برستاري لم كساكا فلا تجب عليه صلاة الجمعة نجي جمعي لسر فرس نية حد قياسا لسر مسائل أنا كسيكي شكوا مثلا شغليكي هز شغل نوع شغليكي هز أقا شغلكي رهابك زندقي زربيكي فريويني ناتواني رهيشيكا إجازي شي بينا دمروا بجمعة أتواني نروا خب السابع الإقامة بمحل الجمعة شرطي حفتمك ذكر كرياجة إقامة لنويجي جمعة دا محل لنويجي جمعة يعني شيء إقامة يعني كابراء مسافر نبيت شنك بإجماع زانيان لسر مسافر نويج فرزني نويجي جمعة فلا تجب على مسافر سفرا مباحا ولو قصيرا فالزراء بحسي سفري طولاني نية بيجي مثلا 80 كيلومتر أربعة برد أمثال يوانا نية بحثي أو مسائل نية فقط بحثي تيه سفره هرشي كوا نائبو تريت السفر اتوا داخل أو موضوع بيت والسلام لا ابن رشد مالكي رحمة خالب إلى بداية المجتهدة لا بريسد حفدة أفرمي نداء يوم الجمعة تي أفرمي عفوا ابن عبد البر أفرمي رحمة خالب إلى الاستسكارة جلدي دولا بريسي وشش أفرمي إجماع زناني لسرك مسافر نجي جمعي لسرني ابن عبد البر الاستسكارة وابن رشد جفرمي لبداية المشتهي لا بريسد بستونو الجمعة لا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق جمعة لسر جن ولسر نخوش باتفاق زنايان فرزني ولكن إذا حضروا كانوا من أهل الجمعة أما أقهات كي مريض وجن أقهات جمعيان خنت أما أهل جمعة وجمعة كيان دروسة وأما المختلف فيهما أما أويك واختلاف واتيا فرز السريانيانا فهما المسافر والعبد مسافر وعبد فالجمهور على أنه لا تجب عليهما الجمعة جمهور لسر أون لسر مسافر بند جمعة فرزني وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة والله داود زاهري زاهري ما سبق كان لسر من لسر مسافر فرز بس تقريبا اتفاقي لسر إلا زاهرية وتيانا مسافر شي جمعي لسر فرزة خب إذا كان فلا تجب على مسافر سفرا مباحا مباح يعني شي أولاتك واجب ومستحب أو الأولاتك بس حرام نبيت شون لا مسلم إمامي شافعي ما خوند مان وتمان رخصة كان بو سفري حرام نية نقصرين ما باقي موضوع كان إذا كان قد بدأ سفره قبل فجر يوم الجمعة بشرت سفركي قبل فجر روجي جمعة دس فكر دبي يعني شي يعني مثلا أجر دواي فجر دس فكر دبي أم رخصتي بوني وابزين شي فرمي جات وزيح عدم وكان بشرتك أجر سفركي برل فجر روجي جمعة دس فكر دبي وكان لا يسمع في المكان الذي هو فيه صوت الأذان من بلدته التي سافر منها همچنين نبي سيت لو مكانيك أو واتي يا أو مكانيك أواتي الذي هو فيه صوت الأذان من بلدته التي سافر منها مثلا إذا فرزن مشاري إما كابران مثلا بيجين ريقب أو تبيرو برو سفره كذا برو أو تبرقه بانك تدنغ كأبيسي إذا كارماني على بلونغو كمفرتر أروا فرس كين ببلونغو ببيت دنغ كأبيسي سفره كتاي كذا بباخي لو جوري أو كيو للا فرمي چي أما جزي أو سفرني أشبيت وبو جمعكي نزيكة حالي أما لم جهته أما
آية أجر بحث تتبرو لرا مسافر مسافر لروج جمعة مسافرة جائزة يعني لروج جمعة مسافرة جائزة يعني أوكي تقريبا اتفاق زناني لسر سفر لجمعة دا سفر لجمعة دا قبل فجر روج جمعة كجائزة ما مشكلة كني اتفاق شيء لسر سفر لجمعة دا دواي زوال حرامه مقر شيء مقر كابرا للرقية بروات الجمعة يفخويني مثلا زوالته يعني وقتيني وروهاته وقتيني وروهات باتفاق سفرك حرامة مقر للرقادة مقر للرقادة إنك بيت جمعة بخويني يا زرورتك مثلا سفرك والا بالرقا مصال بيجين مصال يجين مثلا مصال هوا بيما يكو يك هوا بيما زروا بو حج أما قيسا نروا أمين تجي والسلام شتيكي أوا بيها مسافرتك كواجي أمين زردك قوري بي ملحق أبي أقل نروا لو لحظة أما تقيناك ولي غيري أول سفر دواين الزوال حرام على الرجي جمع ده وشي شن كاتي وجوب يجمع كهاتوه أو نيخوين دوه أما لبيني فجر جمعة تا قبل الزوال آية سفر دروسة ما سبي إمامي مالك ما سبي إمامي أحمد ما سبي إمامي أبو حنيفة وقولي قديم إمامي شافعي لسر مساء قبل الزوال دروسة جمعتك شي بروش ده سفر اللهم لمسهبي جديد يا لمسهبي جديد يا لسر مساء العلماء مذهب آوان لنقل كردوكي وتيسي حرامة قبل الزوال اللهم لألأمة نصيكي هز لألأمة جوري أجينيكي كلامكي نوعي أجينيكي مسافرتي وإن كان يريد سفرا لم أحب له في الاختيار أن يسافر يوم الجمعة بعد الفجر ظاهري كلامكي وأجينيكي مكروه يزاني وإذا قريكي يسافر كامن بهم خوجني لإختيارا باشتر أوسا سفرناك لخو علماء المذهب متيانا وفرميتي تي حرامة خب صحيح يا راجح لأقوال كان كامل إمام نووي لمنهاج أفرمي ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن رفقتي حرام لسر كسيك جمعي لسر فرزا سفر كادواي زوالي رجي جمعي مقر لسر كسيك أبوي مقدور بلا رقاج جمع كبخويني مثلا لديهاتي لسر رقاج لو إلا أداج جمع أخويني يا زردك في ملحق بأقا جيب مني لرفق كاني لو لحظة أما خيناك وقبل الزوالي كبعده في الجديد أما إمامنا يفرمي بل الزوال وكدواي زوال لقولي جديدة إن كان السفر مباحا ها أقا سفرك مباح بيت وكدواي زواله وإن كان طاعة جازة أما أقا سفري طاعة بجائزة دواي خد إمامي نووي لإدامي للمنهاج أفرمي بلام لا يمناسحة وسافرقين طاعة مباح هل وكدواي زواله بس حتى لمسهبي زعم اختلافات أقا سفري طاعة به قيناك مثلا سفرك أبو مستحبة يا سفرك فرزن واجبة جي قيناك ولم سفري مباح بين لو قول داوتي أنا ويجو كدواي زواله واضحة نهاية أخوي شيء يفرمي إنه مباح كيجوكو شيء تعاطي كيجوكو مباح كم من حسي وكم يجمعها الدروزني. في هالحال شوار وقت هي أبوك سك سفرك لروج جمعة ده. دو وقتي جائزة وقتك غير جائزة وقتك اختلافي وكذا. أو دو وقتك جائزة كيه. برلا طلوع فجر أما تدروس تو جائزة ومشكلة كينية. دواي نويجي جمعة أميشة دروس تو مشكلة كينية أو وقتي وانا جائزة كيه سفر لكاتي وقتي زوالي خورا كجمعة كين لدز أدا أما وقتي مختلف فيه كوتمان كي بيني فجر تا زوال كمسهبي قديمي إمامي شافعي فرمي جائزة حديثي كي موقوفي صحيحي لحظة عمر روايته نفرك حتى تحاوي أفرمي مخالفين لأصحابا إمام التحاوي في المخالفين إلى أصحابك بجائز ينزاني بلان هس مخالفي هس بالقول لصحابة وارد بوك دروز نية سفر لبر لزوال لأنه يجي جمع ده أفرمي أما قول إمام عمر بن خطاب قولي زبير بن عوام يعني جائز بوني قولي أبي عبيدي جراح قال التحاوي لا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه لكسل لصحابة خلافي قولي أمان سراغ نية
وأكثر التابعين وينفر من مقول إمام أبو حنيفة وأصحابه مشهور لمسبب إمام مالك كراهيته جائزة زاني إمام أحمد مسبب إمام أحمد السلام عليك جائزة ومثلا لكتب الفقه الإسلامي ودلته شهر أما ترجع على أجام قولك صحيحة قولي دوم لجديد إمام شافعي داهاتو فرميتي دروزنية نقل كرياجة لابن عمر وعائشة وصعيد بن مسيب وتيانا ناوي بروا والله دليل كان يعني دليلك قولي أول تقوية أبخشي ويجي جائزة حديثك ك عبد الله بن عباس روايتي كاو إمام الترمذي وغيره نقل يعني كذا حديثك ظاهرا ضعيف حديثك حديثك واسا عبد الله بن عباس فرمي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية عبد الله بن رواحة نارد بروابو سريك فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه فقال أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم أفرمي رفق كان يسوحيزو روشتن بو جهادك بلا عبد الله بن رواحة فرمي شي فرمي من خوم جيتي ألمو أمينمو دعي أجي جمع كم خوين لقل بيغمبر عليه الصلاة والسلام خوم أجين رفق كان فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال كاتن مجاكيك بيغمبر عليه الصلاة والسلام شاي بيكوتو فرمي فقال له ما منعك أن تغدو مع أصحابك شي مانع بوتو سوحيزو تكيانا بري قال أردت أن أصلي معك حزم كرتك تاني وجكيب خوينم ثم ألحقهم فقال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم أجهر تيوال سرزمين أنفقوا بكرداية ناقيشت أويك أوان أواصوح سعيزوك بوجيه هذا أشياء بروشته ليرا يعني في غنبر عليه الصلاة والسلام إجازة دابوك برو خب أم حديثة توز زعفي واتيا مخالفين إجازين أم حديثة أولا ضعيفة إنجا كاني هزبر لتلوعي خور شوب ندر إنجا بحثك بحثي جهاد واجبه آوائيني بيك دليلي كتر حديثك كالزهري نقليك حديثك مرسلة فمي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا يوم الجمعة ضحا قبل الصلاة فيغنبر عليه الصلاة والسلام للروج جمعاء لكاتي زحادة مسافرتي كرت أم روايتيك روايتك لمصنف عبد الرزاق وارد مرسلة مراسيلي زهري جزور قويني يعني مراسيلي سعيد بن المسيب قوين وليني زهري نعم فسأم حديثا مرسلة ومنقطعة دليل كترك قوية نقلية كان أم حديثة سكي حزتي عمر أفرمي نفرك بيني كالوبالي سفري حاضر كردوه دعاي كابراوتي إن اليوم يوم الجمعة ولولا ذلك لخرجت أمرو جمعة زقاوانا وعي جمعة إساءة شنبو سفركم حزتي عمر فرموي إن الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم يحن الرواح فرمي جمعة ما برقيري لكسنا كان مسافرتك برو الدر ما دامي كاتي جمعة نهاتو برو أم روايته تقريبا صحيحة مصنف عبد الرزاق وارد بو سنن كبراي بيقيشة وارد بو والله أعلم صحيحة وقوية بيما حزتي عمر كيلي رابيني جازي داك أبراه للرجي جمعة بشي تدرو مشكلة كيشي نبيني وارد أما أوانيك أفرمون جمعك لروجي جمعة قبل الزوال دروزنية دليل يعني دليل كان أمس عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سافر يوم جمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره هالكس لروجي جمعة سفرك ملائكة دعاية لسرك أنك يارمتي لقلا نبي لسفريا أم حديثك كي دار قطني روايتي كذا لكتبي الأفراد إمام ابن حجر فني فيه ابن لهيعة ابن لهيعة واتيا كضعيفة يعني اختلاتي بصلاة ودعي سوتياني كتير وكاني نتيجة حديثة كقوي نية أم حديثة حديثة كضعيفة دليل كتر السنادي في أكان أم حديثة أم آية تسكأ فرمي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إجن نداك إذا فكر ياقى صلاة النداك إذا فك أبو يوم الجمعة فز يوم الجمعة إيش أشهد تبو صعي جمعة كبروي يوم الجمعة هاد والله ما ميشه دليلك قوينية بحسين نداك كان نداك إيش دواي لكاتي النداء صعيك واجب به يعني دو لكاتي النداء معاملة حرام أبي وكارو كاس بيتر حقول الرج الجمعة حرام نادي بس هم دليلك قوينية قولي الصحيح والراجح يعني قولك قوي تربي أولا خذ لما سبي شهر أواز كتي
او هسك اگر سفره کی تعتیج بیو کفر می جائزه بس سفری مباح بو اختلاف لسره تعذل قول قدیم شوای فرموه والنسی امام جعفر الا الامه الظاهره کی او گین کرایته چن علماء فقهاء مسب شعر زاتر نظر اقوال امام شافعی فقط الامی جنیا کلام امام شافعی کتیبی تریشی هن قطع نوانیان بینی و ظاهرا قوي أوسوك ابن المنذر أفرمي لا أعلم خبرا ثابتا يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن تزول الشمس وينادي المنادي خبرك للاني حديثك ثابتك مانعي كي بيت مانعي أو بيتك سفرك لرجي جمعة هكاتي زوال نهاية أقل كسيك بو خروجا من الخلاف عدم سفرك مباحة جوتر بروات الدر بل لفجر بشيت الدر إذا قشتك لازمك مستحبك يا ضرورتك توا أو لا ترك أم قولانا واردن موضوعك آواز بهالحال توا مسألة أم موضوعك أبراك قريكي بالخلاف بيتدر وإهتمينان ضعيتك سعيكا للروجي الجمعة سيراني اشتكي مباحكا سعيكا نرواقليش بهالحال شو أو مسائل لسبب خب خودی لمسهبا اختلاف که هز وگنه خو امناتی نیرا خارج بین لمسهبا اشتانه خودی مسهب قسکانی لسری وارد بو خوب وكذلك المستوطنون في محل لا تصح فيه الجمعة همچنین لا واجب نیه لسر کسانه كذلك المستوطن عفوا کسی که مستوطن مستوطن یعنی چی شوینی که گرتوتا وطن جیگا زندگی خوی کسی که شوینی گرتوتا وطن ومحل زندگي خوي ما دام او شوينه شوينه كوا لا تصح فيه الجمعه جمعيت يا صحيحني شو شوينه ك شو شوينه انا كان كجمعيت يا صحيحني زينكس كقريه ليس فيها 40 مستوطنون خالون من الاعذار وكو شوينه كوا دهاتك بيت دهاتك 40 نفر مستوطني خالي لعذرتي انا بيت خالي العذر وكو كي نخوش مثلا جن او شانبي او انك واش رايتكن ديهاتي حد يقل تشلنا فريتيابيت او كات دروس تلوي جمع بخويني تشلنا فركيش واجدي شرائط اگر ديهاتي كسكوا تشلنا فر واجدي شرائط تيانية جمعنا على سر فرس ني اصلا جمع كيش حتى دروس يعني لما سبي مامي شافعية يعني شرطي صحة كز اصلا لما زي بيترا شاد دروس بي لما سبي كاولي خول لما سبي مامي شافعية دروزني حتى بس جامع توضيح بحثي كم متان للشرط الثاني أن لا يقل العدد صفحي دويستوسي لو توضيح أدام إن شاء الله إذا ها كقرية ليس فيها 40 مستوطنون خالون من الأعذار إذا لم يسمع صوت الأذان من الطرف الذي يلي القرية من بلد الجمعة إلى الطرف الذي يقابله من القرية جي أكو كسي كوا مستوطنة لمحلك كوا لو محل دا جمع صحيح نية مساوي كي شي بو ذكرك وكو ديهاتي كوا تشل نفر مستوطن دانيشتو ساكني واجد الشرائط خالي العسري تيانا بي بشرتي اخر جاري واز ديهاتي كمان هز خوي بيسي نفر يواتيا ولي بشتي كي ترو فرزا بي لسريان چون نزي كي شاريك كوا چي جمعيتيا برغزارة بي دنگي بانج تيد اغيت الان دنگي بانجي جمعكي شاريك اها بشرتي اذا نبي سي صوتي أذان لترفك وكوا يعني دنجي بانج لكيوتي لو ترفك النزيك شاركس لو جهته وبانجكتي لآخر ديهاتك ودنجي بانجك لو جهته نبي سي تيجي يعني سام ديهاته لم مثلا لجهتي الشرقية وعلى الربع مشاره وبانجك لكيوتي لو جهتي شرقياتي لو فرد ديهاتك ودنجي أم بانج نبي سي أجي بيستيان لو ديهاته فرز بين لسريان ما دام نبي سن اتفرزني لسريا دليلي چي أم مسائلانة دل على هذه أخذت معشاء مسألك أمسا خودي شوينك جمعيتي أفرزني خودي شوينك أبي جوريكي جنبك ونزيكي شارك بك وكو لو شارة حسيو بيت حالي أقا جياز لو شارة ودورة ودنجي بانقك شاركا نايتا أو شوينة تمام تو شوينة شوينكي مستقلة وبوكو جمعيني كاركي شيني بين بو شوينكي ترك جمعك برغزار كان حالي بوي خب ودل على هذه الشروط قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4 عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض
جمعة فرزي واجب لسر هر مسلمان لجماعاتي شا شرطي جمعة جماعته ما قر چوار دسا نوي او چوار دسا كامن بنديكي مملوك جنك يا منالك يا نخوشك اما صحيحة ام حديثة وخبر الدار قطني حديثك إلى سنين دار قطني واردة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة ومسافرا وعبدا ومريزا هركز إيماني بخوا بروجي آخرته لسري فرز الجمعة بجيبري يا مقا جنبي يا مسافر بي يا عبد بي يا مريز بي أم حديثة إيماني بهقيج لسنن الكبرى روايتي كردوة مجلد رقمي 5633 حديثة كحسن من غيره ولحديث أبي داود وبدليل حديث كأبي داود الجمعة على كل من سمع النداء جمعة لسر هركس كواد بانج ببيسي أم حديث حسنة أي الأذان إذا نكتي واليرا مصن لشاري كابرا دنجي بانجا كنابيسي إمامي ابن رشدي مالكي لبداية المجتهد على فري سدو حفداء أفرمي نداء يوم الجمعة ذلك النداء الذي يجب على من سمعه الاتيان إليه باتفاق الاتيان إلى صلاة الجمعة واجب على كل من كان في المصر وإن لم يسمع النداء ولا أعرف في ذلك خلافا هاتن بونو يجي جمعة فرزة لسركسي كيوال شاركا اگر دنگي بانك كيجنبيسي على ديهاتكا با دنگي بانكي ديهاتكا كيجنبيسي مادام والوي فرزة بيت بمعنى أمانية موانا محلي خواري لدنجي بانج نابيسي نخير بإجماع فرمين لا أعلم فيه يعني في ذلك خلافا اختلافي كيشي تيار من شكناهم بس فرزا لسر كابلا هربيت أما لجهتي شيا شرائتي وجوبة كيبو إذا شرائتي صحتي جمعة يعني شرائتي كيتياز أقا أو شرائتانا نبن جمعة كصحيح نية فإذا توفرت هذه الشروط السبعة أقر أمشر تحفقانا نبون أو كاتتية وجبت صلاة الجمعة صلاة جمعة فرز بي لسر أو شخصه إلا أنها لا تصح إلا بشروط أربعة أما نيجي جمعة صحيح نيما قبل شوار شرط الشرط الأول أن تقام في خطة أبنية أما نيجي جمعة لشوين كاكوا أبنيس من تقوم خطيك أبنية وبناء مالهايكي بناء شدن جمع كبر بابي يعني شي يعني تبقي أم قصة تبقي أم شرطة لشوينك أبا أغا خلقان مستوطيني دائمي جن هميشي قيلة وشوينن ولي مالكان يان شادروشتة جمعيان لسر فرزني تبقي أم قصة فمثلا فرز خلقاني كان عشائر نين كوشو ينكن هميشي قي دانيشن ولي مالكان يان شادرة مالي بناء يان نكر وتو ساختمان بيتو سنگ وآجو روانني شادرو على شيء كوشتين غاز كريه أما جمعا على سرفرس نية فإذا فرميتي أن تقام في خطة أبنية سواء كانت هذه الخطة ضمن أبنية بلدة أو قرية يستوطنها ما لا يقل عن 40 رجلا ممن يجب عليهم صلاة الجمعة دقت كان إجي الشرط أولي أوك الصحيح بجمعة بس ما شاك أمان الشرط صحة يعني شيء يعني كابرا كمثلا أروى مثلا ولا كجيكا ولا سيرانا كافر دروجي جمعة دا بانزا كزويك وحتى بنجاج من ويكو بجن ويجي جمعة كمان كينما هدروزني أصلا هدروزني أصلا جمعة كبخوين صحيحني حتى شين ويجي نيوروكا مخوين أقل جمعة يشان خوات شين نيوروكا بيخوينو بوشي جمعة لشويني كا خطيك بي أبنيان بيناو ساختمان وانا ببناء كري أما يك شرط إجا يكسانة أم خطة ضمن أبنية بلدة أو قرية فرقناك أم خطة إذا جزء شاركي قوربه يعدي هاته بشرت يستوطنها ما لا يقل عن 40 رجلا كم تلا تشل نفر لوي زندقي يعني حد يقل تشل نفر لوي زندقي بك كي ممن تجيب عليهم صلاة الجمعة لو أنيك وانيجي جمعة لسريان فرزة حاليا والمقصود بالبلدة جاي سامة توزيحك ياس توزيح تعم بودم والمقصود بالبلدة ما اجتمع فيه قاض وحاكم مقصود للشار أو سواء قاضي وحاكم تيابي أو كيسام شارانة كيبين نيرو انتزامي واتيا مرحال دم دزقاي إني واتيا وكان فيه أسواق للبيع والشراء فس بلدة بكويجن
سروكي كيبيتو معموري بتيابيتو بازاري بعشراء تيابيت. والمقصود بالقرية ما لا ما لم يوجد فيه ذلك. مقصودي لقرية هي أمانة يعني دهات معمولا بازاري كيوايت يعني دكانية ولي بازاري وايت يعني اتر بل باسكاية كي معمولا واتيا نوع حاكمة ولي اتر داراتي قوري دولتي تيانية قاضي وحاكمي كي بو معناه تيانية قاضي محلي واتيا سربازيش بنابل أما فا ها فاي فصيحة يعني ما دامك أم تزاني ما دام أمو في قيل فلا تصح صلاة الجمعة في الصحراء وبين الخيام. بس نيجي جمعة للصحراء لبين خيم وأواندا كسانك وبردوام لبين دروزني نيجي عشائرتي لمغني محتاجة جلدي يقلع برحة في سدو شسو شجع فرمي لا يجوز الجمعة في مساجد العشائر إجماعا. فإجماع زانايان لمساجد عشائر جمعة صحيح إن يجازني عشائر كن كوشكا زمسان وهاوينك. أما أوان أما كسانك وما لكانيان دائمي ولي خيمن أوانة شي تبقي مسبي ما مشافعي شي دروزني. فز لا يجوز في بين الخيامي ولا في قرية لا يوجد فيها 40 رجلا لدي هاتيكي شاكوا تشلبيا وكي تجيب في حقهم صلاة الجمعة نويجي جمعة لحقيانا فرز بيت وجوديان نبيت دروزني نويجا. فإن سمعوا الأذان من البلدة المجاورة لهم أجر دنجي بانجيان بانجي جمعي بلادي مشويني مجاوري خيان شنفت وجب عليهم الخروج إليها لصلاة الجمعة واجب بلا سريا برونبو نجي جمعة وإلا سقطت عنهم إجنا ساقط بلا سريا. كما ذكرنا ذلك عند البحث في شروط وجوب صلاة الجمعة دليل أمتشي ودليل هذا الشرط أنها لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك. دليل أما أمسى لدوري پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام لدوري خلفاء الراشدين نبوة لبجع شائر كان دور برجمع آخرين يا خيمة نشين كان بيوانك جمع آخرين نان كبيرو. وكانت قبائل العرب حول المدينة قبائل العرب لدور بري مدينة شابون ولم جمعان نخوين وما كانوا يصلون الجمعة جمعان نخوين دوه ولا أمرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغمبريج عليه الصلاة والسلام أمري بينك دون آيس النكتة ليرا أمك وأفهمي استيطانك اختلافي لبين لبين زانان قولي علماء اشتام بحث كم زان أكثر زانايان أم شرائط استيطانة شونه يعني آيا حتما لازم بناء وأبنية بيت يا خيمو إني جابت ليرا دو قولي لسرة الموضوع قولي أول مساء استيطان محقق نابد إلا بإقامة لقرية يا شاركوك بنا ببنا مالي قليبي خاكيبي يا بردي وشي شدبي عادتي مردم دارة هرشي هز بهرحال مالك أواي نبد أو كاتشي دروست نتيجة جائز نية ويا واجب نية لخيمة وأوانة دا. أما قولي كيس مذهبي مالكيس مذهبي شافعيس ومذهبي حنابليس أمامه استدلالي شيئاً بشي كردوه هر أقصي كيسي اللي رابي نيمان قبائل عرب لدور بدي مدينة بون خيمة نشين بون جمعيان نخوين دوه وبيتش يان نوتراوه چون كبوشي ماليكي بناشو ده يان نبوه اوان وايب يكن امزانانا دليلي كتريانا وسائجن چي خيمة وامانة ناتواني استيطاني تيابكي چوار فصل معمولا ناتواني غالبا مثلا خلقك جيتي اللي مؤقت هلي داقة نتيجة أمامك. قولي دوم چيه قولي دوم إجن استيتان محقق أبيت بإقامة دائمي فرق ذاك خيمة بيت يا مالي بناشو دبيت. أما قولي كيس أما قولي كلا مذهبي مالكي شافعي حنبلي وابن تيمية أم قولي قرتوه دليل كان يشيان چيه إجن مناتي أم حكمة استيتانة قلتني شو نبي وطنا ربطي بينا وخيمة ونية ما دام أو خلك أوي كردوتا وطني خوي ربطي بودا نية وفرقك بين خيمة وبناء نية ما دام مردم سكونتي تياكا سكونتي دائمي ما دام زندگي دائمي تياكا وشاهد قولي بروئيني جمع بيك واسا واقع يعني أقا تو فرسكي فرسكي نشتيكي واهبيت ببي
شوينك دهاتك هبيت كهميشة جيل يبن بلا ما لكانش يان خيمة بيت هميشة جيل يبن شل نفر زياتري واجد شرائشي تيابي وكاتارة تواني بيجي واجب لسريا شو مادام كبرا استيتاني كده ربتي ببينا كوني هاتشن لما لا إمام أبو حنيفة إلا لشاركة كشار بيت وقاضي وأواني تيابي دروزين لدهاتا جمعنا أخواني للا أبو حنيفة ده حالوبي لما سمي إمام أبو حنيفة لدهاتا جمعنا أخواني بس أميش لم جهته موضوعك إنه ولخو عشائر بإجماع شيء عشائر بإجماع جمعان نية على وتش من كسيك يج أرواب ملو بولادا مثلا سفري أكا نزان أشيبو كجو أوانا دروس الجمعة كلا يخوني أصلا دروزني أصلا دروزني أو جمع مثلا كابرا ريجا بو كج جمع كيش إن ده فانز نفرن إجلي إجلي راد جمعة كمان أخوين يكى كان الله سدو خطبية داتوين دروزني أمي پیغمبر اکرم علیه السلام دلیلش من چه دروزن پیغمبر علیه السلام لروجی عرفه دا یهودی کات لا امام عمر و تی آیتی لقرآن که ایو دا هیا اگر 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 اینی امو آیا او رجمانه اگر تججن او رجمانه اگر تججنوین فرمی کام آیتی کابرا و تی أو آية سكوى أفرمي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي حضرت عمر اشترمي من خم أزانم أو آية لكي نازل بو وكيج نازل بو آية كي لروجي الجمعة نازل بو لعرفة دا لحجة الوداع آية كي لروجي الجمعة لعرفة لحجة الوداع وكاتي كوا جرياني حج لأحاديث ترى نقلك لي مثلا جابر نقلي أكا أفرمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لعرفة دا نيجيني ورو أسري شي كرت نيجيني ورو أسري جمع كرت قصر جمع كرت يعني شي جمعين أخوين دوا بس بيغمبر عليه الصلاة والسلام لسفرها لسفر دا نيجي جمعين أكرية ويش كسيج نيكر سلاغي شماني إلا قيل لعمر بن عبد العزيز نقلك أكوايا وديك الصباكية مملوه ولا ريجة جمعيش تكيان قوليه وأميري عامي مسلمان بوه منتقل النقل كده بس دليل ما نيل لسر أو موضوع بنابرين كسي أو كارا نكا شرتي بعديك بحثي أكا توضيحاتي كيز أيهلين إن شاء الله بودرسي بعدك الخوات على توفيق إله إن شاء الله بحثي أو عدد أو أنا توضيحاتي تر أيهلين وبوكاتي كده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.